بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في Fundamentals of Material Science لـ Level 1 في قسم تصنيع. هنشرح النهاردة Chapter 2 اللي بيتكلم عن Atomic Structure and Interatomic Bonding. خدنا في Chapter الأولاني في المقدمة إن إحنا بندرس Structure على Levels مختلفة. من هذه الليفلز ان احنا بندرس السب اتوميك ليفل، بندرس الذره وتركيبها، وبعدين بندرس البوند اللي ما بين الاتومز وبعضها، وده هيكون موضوع تشابتر 2. اما في تشابتر 3 فهندرس ازاي الاتومز دي بتترتب مع بعض في تركيب هندسي محدد بيديها الخواص بتاعتها. خدنا ان في الماتيريال ساينس بندرس كذا موضوع مختلف. اول حاجه بندرس الاستراكشر بتاع الذرات، بندرس الخواص اللي بتنتج عن هذا الاستراكشر، وازاي بيكون البرفورمانس بتاع المواد دي في التطبيقات المختلفه. ناخد كاركترايزيشن، اسلوب دراسه الماده وتصنيف خواصها عن طريق انواع مختلفه من الاختبارات واجهزه مختلفه. أما البروسيسنج فهي العمليات الصناعية المختلفة اللي بنستخدمها علشان نشكل المعادن والمواد المختلفة وننشئ بيها تطبيقات هندسية مختلفة. الماتيريال ساينس اند انجينيرينج هو علم تتكامل فيه أجزاء مختلفة من العلوم زي الفيزيكس والكيمستري. الماتيماتكس هنشوف فيه في بعض الشابترز هيكون فيه معادلات علينا إن احنا نحفظها. تطبيقات أخرى زي في الجيولوجي والبيولوجي والميديسن، وطبعا تطبيقات هندسية وتكنولوجية مختلفة للمواد اللي بنستخدمها. طبعا الخواص بتاع المواد بتعتمد على الأتوميك ستراكشر بتاعها وعلى التفاعل ما بين الذرات، إزاي بيرتبطوا مع بعض عشان يكونوا لي مولكيولز أو كريستال ستراكشر. علشان نفهم الاستراكشرز المختلفة بنحتاج ان احنا نفهم الاتوم، تركيب الذرة. زي ما خدت في ثانوي ان الذرة بتتكون من نواة نيوكليوس، والنيوكليوس دي بتحتوي على بروتونز اند نيوترونز، يعني بروتونات ونيوترونات، وبيدور في مدارات حوالين هذه النواة الكترونات سالبة بتلف حوالين النواة وبتعادل الشحنة الموجبة الموجودة للبروتونات. كل من البروتونز والإلكترونز بيحتوي على شحنة عبارة عن 1.6 × 10⁻¹⁹ كولوم، طبعا بتكون سالبة في الإلكترونات وموجبة في البروتونات. بنعرف حاجة اسمها الأتوميك نمبر زد، وهو عدد البروتونات أو عدد الإلكترونات اللي موجودة في النواة، بيكون عددهم متساوي. أما الأتوميك ماس وهو وزن الذرة، بيكون هو عبارة عن وزن النواة اللي بتتكون من بروتونات، يعني وزن البروتونات وزن النيوترونات. أما وزن الإلكترونات فبيكون مهمل لأن هي بتكون صغيرة جدا، وزنها ضئيل جدا. في عندي نظائر إيزوتوبس لكل عنصر. النظائر دي بتستخدم في تطبيقات زي التطبيقات النووية، بيكون فيها عدد البروتونات والنيوترونات ثابت، أما عدد النيوترونات فممكن يتغير. بنتعرف على بعض الخواص. إن مول واحد، بنعتبر مول واحد من المادة هو كمية المادة اللي بتحتوي على عدد معين من الذرات أو الجزيئات. العدد ده بيبقى 6 × 23 × 10³ ذرة أو مولكيول أو جزيء، ده بنسميه الأفوكادروس نمبر، وهو اللي بيكون لي مول واحد من المادة اللي هو عبارة عن 6 × 10³ × 10³ ذرة. أما الوزن الذري أو الأتوميك ويت فبنعبر عنه بون أتوميك يونت بير أتوم or molecule أو 1 جرام بير مول، بيكون الوزن بتاعه عبارة عن 6 × 23 × 10³ أتومز،
اللي هو بيكون وزن مول واحد من المادة. على سبيل المثال الأتوميك ويت بتاع عنصر النحاس عبارة عن 63.54 أتوميك يونت بر أتوم أو 63.54 جرام بر مول. أول تصور للذرة اللي خدناها في ثانوي إن الذرة بتتكون من نيوكليس، النيوكليس عبارة عن بروتونات ونيوترونات متجمعة مع بعض بتشكل لي وزن الذرة، وبيلف حواليها في مدارات محددة عدد محدد من الإلكترونات، بحيث إن المدار الخارجي علشان يوصل لحالة الاكتمال يا إما يوصل لـ8 إلكترونات في المدار أو إلكترونين لو هو مدار واحد. بتقسم المدارات دي إلى الحروف أو أرقام K, L, M, N وهكذا، أو 1 و2 و3. دي هي دي المدارات اللي بتدور فيها الإلكترونات، بحيث إن أنا ممكن أدي الإلكترون ده طاقة، يكتسب طاقة عن طريق فوتون، بحيث إن هو الطاقة دي تحوله من مدار لمدار آخر، أو إن هو لما يفقد الطاقة دي ينتقل من مدار أعلى إلى مدار أقل. طبعاً الأتومز بيحصل ليها رياكشنز مع بعض لما بتقترب من بعضها. فلو أخذنا المحور الأفقي اللي هو المسافة ما بين أتوم والتانية، والمحور الرأسي اللي هي قوة التجاذب أو التنافر ما بين الإلكترونات. قوة التجاذب هيبقى موجبة، أما قوة التنافر بتبقى سالبة. بنشوف مثلا إن كل ما الأتومز تكون بعيدة عن بعضها تكون قوة التجاذب قليلة، أما كل ما الأتومز تقرب الخط المنقط ده، كل ما الأتومز تقرب بتزيد قوة التجاذب ما بين الأتومز لحد ما بتوصل لماكسيمم معين عند مسافة معينة. أما قوة التنافر فبذلك برضو بتزيد كل ما بتقترب الأتومز من بعضها لحد ما بتوصل لدرجة عالية جدا لما الأتومز بتعدي حاجز معين. الحاجز ده هو عبارة عن R نوت، وهي قطر الأتوم، بحيث إن لو الأتومز تو أتومز مرتبطين ببعض ومفيش أي مسافة ما بينهم بتكون في مسافة R نوت هي عبارة عن نصف القطر بتاع الذرة. أما لو حاولت الأتومز إن هي تضغط فبتكون المحصلة بتاعتها الخط الأحمر ده، المحصلة بتاعتها إن قوة التنافر هي اللي بتغلب، بتكون قوة التنافر عالية إذا دخلنا المسافة ما بينهم أقل من نصف القطر. أما كل ما بنبعد عن نصف القطر بتزيد قوة التجاذب لحد ما توصل لماكسيموم، بعدين تقل لما تبعد الأتومز عن بعضها. طبعا بتتفاعل قوة التنافر والتجاذب ما بين الإلكترونات والنواة، لأن بيكون في عندي ريبولشن ما بين الإلكترونز وما بين النواة بتاعة الأتومز. دي بتساهم لي في الديستانس اللي ما بين كل أتوم والتانية في الرابطة الكيميائية. يعني بمعنى إن الأتومز علشان تعمل مع بعض رابطة لازم الأتومز تقرب من بعض، توصل للمرحلة دي إنها تكون قريبة من بعض علشان يحصل ما بينها رابطة محددة يكون قوة التجاذب فيها عالية. قلنا إن الـ R نوت هي المسافة اللي بتكون فيها قوة التجاذب والتنافر متساوية وبتكون بتساوي صفر، بنسميها Equilibrium Interatomic Distance. يعني هي المسافة اللي بيحصل فيها Equilibrium أو توازن ما بين قوة التنافر وقوة التجاذب للأتومز، وبيكون عندها الأتومز في أقل حالة من الطاقة Lowest Energy at this position. أكتر لما تكون الـ R نود المسافة ما بين الأتومز أكبر من R نود بتكون محصلة القوة قوة تجاذب،
أما لو أقل من الـ R نود فبتكون محصلة القوة قوة تنافر، زي ما شوفنا في الشكل هنا إن المحصلة بالخط الأحمر بتكون أعلى من الصفر في حالة إن الـ R أكبر من R نود، وبتكون أقل من الصفر في حالة الـ R أصغر من R نود، اللي هي الـ Equilibrium Distance. في عندي ثلاث أنواع رئيسية للأتوميك بوندينج في كاتيجوري بنسميه Primary Bonds. البرايمري بوندز تتكون من ايونيك بوندز وهي الرابطة الأيونية، كوفالنت بوند وهي الرابطة التساهمية، ميتاليك بوند وهي الرابطة الفلزية. كل رابطة بيكون ليها خواص مختلفة بتأثر لي على طبيعة البوند ما بين الأتومز، وبتأثر لي بالتالي على الخواص بتاعت المادة. أول نوع من الروابط هنشرحه هو الرابطة الفلزية. في الرابطة دي بتكون داخل الماتيريال ما بين الأتومز لمعدن واحد، يعني مش ما بين معدن والتاني، لا، الذرات بتاعت المعدن الواحد بيكون ما بين الذرات رابطة فلزية، نتيجة إن الذرات بتترتب في شكل هندسي معين مع بعض، وبتبقى الإلكترونات حرة ما بين هذه النواياة بنسميها إلكترون سي أو إلكترون كلاود، يعني سحابة إلكترونية أو بحر من الإلكترونات. بتكون الإلكترونات حرة تقدر تتحرك بشكل حر في المادة، وبذلك هتسبب لي إن المادة دي تكون التوصيلية للكهرباء عليها. معنى كده إن الميتاليك ماتيريالز، المواد المعدنية، بتكون التوصيلية عالية بسبب الفري إلكترونز. بنشوفها هنا بتتشرح تاني، أدي عندي هنا النواياة بتبقى موجبة مرصوصة جنب بعض، أما الإلكترونات فبتكون سالبة سايحة في المادة، بتسبب لي إن بيكون في good electrical and thermal conductivity للمواد دي، وده طبعا بينطبق على كل المعادن والسبائك المختلفة. تاني نوع من الروابط هي الرابطة التساهمية covalent bonding، وهي اللي فيها مساهمة ما بين أتومز مختلفة عشان تكون لي جزيء أو موليكيول. الجزيء ده بتكون الإلكترونات بتاعت الذرات متوزعة ما بين الذرات المختلفة بحيث إن هي تساهم في ملء المستوى الأخير من الذرة علشان يكتمل ويوصل لحالة الإكوليبريم. زي ما احنا شايفين هنا ذرتين من الهيدروجين، كل ذرة فيها في المدار الخارجي إلكترون واحد وفي النواة فيه بروتون واحد، فبتساهم ذرتين كل منهم بالإلكترون الخارجي بحيث يبقى كل ذرة حواليها إلكترونين. بالتساهم ما بينهم الذرة الأولى يبقى حواليها إلكترونين والذرة الثانية حواليها إلكترونين، وبذلك بتكون لي مولكيول H2 اللي هو شبه شوية الهيليوم اللي بيكون فيه إلكترونين في المدار الخارجي وبيسبب لي إن هو غاز خامل. طبعا الرابطة التساهمية بتحصل في مواد كتير، زي في المواد النون ميتاليك، المواد الغير فلزية، الغازات منها زي الهيدروجين والكلور والفلور وهكذا. بتحصل ما بين أتومز مختلفة زي الميثان CH4، المية H2O، حمض النيتريك HNO3، وحمض الهيدروفلوريك HF. وممكن تحصل في بعض العناصر لوحدها، elemental solids زي في الدايموند، الدايموند نوع معين من أنواع الكربون، بتحصل في السيليكون، بتحصل في الجرمانيوم. عندنا مثال مثلا الكلورين، بيكون عندي النمبر اوف كوفالنت بوندز بيكون بنحسبها 8 ناقص 7، يعني بيحسب النمبر اوف فالنس الكترونز اللي موجوده في المدار الخارجي، بتبقى 7 الكترونات، علشان تتشبع بتوصل الى 8 الكترونات.
فبتساهم بإلكترون واحد بيلف ما بينها وما بين ذرة الكلور الثانية وبيكون لي الجزيء الكلورين اللي هو Cl2. أما في الكربون عندي 4 ذرات في المدار الخارجي بتاع الكربون، عشان يوصل لحالة السكون لازم يوصل لحالة 8 إلكترونات في المدار الخارجي. معنى كده إن كل ذرة كربون بتساهم بـ4 إلكترونات وبتعمل لي رابطة تساهمية ما بينها وبين ذرة كربون أخرى علشان تعمل الرابطة التساهمية. قد تكون الرابطة التساهمية قوية جدا زي ما في الدايموند، تكون الرابطة قوية جدا لدرجة بتخليني الدايموند من أكتر العناصر صلادة، أكترها هارنس ما بين العناصر الأخرى، أو بتكون ضعيفة زي في البيزنس. مثال آخر على الكوفيلنت بوند، أدي عندي ذرة الكربون فيها 4 إلكترونات في المدار الخارجي، فبتساهم مع 4 ذرات هيدروجين عشان تكون لي جزيء الميثان. كل ذرة هيدروجين بتساهم بإلكترون، والكربون بتساهم مع كل ذرة هيدروجين بإلكترون، فيبقى كل ذرة هيدروجين عليها إلكترونين، أما مجموع الإلكترونات حوالين الكربون فبتبقى 8. الدايموند نفس الحكاية، بتكون ذرة الكربون مرتبطة بـ4 ذرات أخرى، كل ذرة بتساهم بإلكترون، أما الذرة اللي في المنتصف بتساهم بـ4 إلكترونات، وبذلك بيكتمل العدد إلى 8 إلكترونات. طبعاً الذرة دي برضو مرتبطة مع إلكترونات أخرى، مع أتومز أخرى، وبذلك كل ذرة بتساهم بـ4 إلكترونات مع 4 ذرات في اتجاهات مختلفة. علشان التركيب البنائي بتاع الدايموند وعلشان الرابطة التساهمية بتكون لي الاستراكشر ده بتاع الدايموند بيبقى بهذا الشكل، وبيسبب لي ان الدايموند بيكون الهارنس بتاعته عالية جدا. الحاجة المهمة ان كل الالكترونات اللي حوالين الذرة قامت بالتساهم مع ذرات اخرى، وبذلك مفيش عندي الكترونات في حالة حرة. في الرابطة الفلزية كنا بنقول في عندي بحر من الإلكترونات أو كلاود من الإلكترونات بتكون حرة في المادة وتتحرك بشكل حر. أما في الرابطة التساهمية فالإلكترونات بتكون مرتبطة ارتباط قوي بالنواة وما تقدرش تتحرك بسهولة في المادة، وبذلك بتكون المادة non-conductive. الرابطة اللي بعد كده في البرايمري بوندز هي الرابطة الأيونية، وفيها بتساهم وفيها ب... مش بتساهم بتتبرع أحد الذرات بإلكترون من المدار الخارجي وبتستقبله الذرة الأخرى، يكون عندي فيه دونور وأكسبتر، بحيث لما تفقد الذرة دي الإلكترون في المدار الخارجي حجمها بيصغر وبيكون المدار الأخير فيه 8 إلكترونات. أما الذرة الأخرى فيها 7 إلكترونات بتكتسب هذا الإلكترون وبيزيد حجم الذرة تبقى أيون سالب والمدار الخارجي فيه 8 إلكترونات، زي الرابطة اللي بتحصل ما بين الصوديوم والكلور علشان يكون لي كلوريد الصوديوم. الصوديوم بيتحول إلى أيون موجب بنسميه كاتايون، أما الكلور فبيتحول لأيون سالب بنسميه الأناين. والكاتايون والأناين طبعا بتبقى شحناتهم عكس بعض، ده موجب وده سالب، فبيتجاذبوا مع بعض بقوة تجاذب كهربية بتخلي الإلكترونات محبوسة ما تقدرش تتحرك في الرابطة دي. معظم السيراميكس بتكون فيها الرابطة رابطة أيونية، بحيث إن بتكون لي مركب في الآخر زي الـ NaCl، الشحنة محبوسة ما بين الأيونات الموجبة والأيونات السالبة، بتكون لي استراكشر في الآخر بيكون non-conducting hard and brittle، وبالتالي بتستخدم برضو إنها thermal insulator.
في حاجة ناس بنعرفها في الايونيك كومباوندز، ان الخواص بتاع الكومباوند اللي ناتج في النهاية بيكون مختلف عن خواص الاليمنتس اللي بتكون لي الكومباوند. مثال ذلك، انا عندي ملح الطعام اللي هو NaCl، بيتكون من الصوديوم، وده عنصر يعتبر معدني، مفروض يعني ما يتواجدش في جسم الإنسان في الحالة المعدنية الفلزية بتاعته، ولو حطيته في المية بيسبب تفاعل إن هو بيطرد الهيدروجين من المية وبيسبب حاجة زي انفجار. أما الكلور فهو برضو غاز سام، ما يقدرش يستحمله الإنسان، ومع ذلك لما بيتفاعلوا مع بعض بيكون لي ملح الطعام اللي هو جزء من الأكل اللي بنستخدمه ومفهوش أي سمية. وبذلك الخواص بتاعت ملح الطعام اختلفت عن خواص مكوناته. لما بنبص بشكل أعمق شوية في أنواع البوندز المختلفة اللي شفناها، في الميتاليك بوند بيبقى في عندي بوند انرجي من 25 ل 200 كيلو كالوري بير مول. بيبقى في الرابطه الفلزيه بتبقى نون دايركشنال بوند، يعني معنى كده ان الالكترونات مش واخده وضع معين بتتحجز فيه الالكترونات دي، وبذلك بتكون الالكترونات حره. بيكون عندي جود الكتريكال كوندكتيفيتي، ان في cloud of electrons free to move to conduct electricity، معنى كده ان الالكترونات حرة ان هي تتحرك في المادة وتوصل الكهرباء. تكون معظم الميتاليك ماتيريال ductile، سهلة التشكيل وأوبيك انها معتمة. مثال على ذلك الصوديوم، بيكون فيه حوالي قوة الرابطة دي حوالي 26 كيلو كالوري بير مول. الألومنيوم والكبر برضو نفس الحكاية، بتكون في روابط فلزية. أما الرابطة الأيونية فبنلاقي إن الرقم ده بيزيد كتير علشان يعمل لي الرابطة الأيونية، بتكون البوند إنرجي أعلى، هي نون دايركشنال بوند، ما بتعتمدش على الاتجاه، بتعتمد على إن الذرة واحدة منها بتفقد إلكترون والأخرى بتكتسبه، وبذلك الإلكترونات بتكون محددة، وبيكون عندي التوصيلية للكهرباء قليلة أو منعدمة. في منها مواد بتكون transparent, brittle أو ليها high melting temperature، ده نتيجة إن الرابطة بتكون قوية وعلشان أكسرها بحتاج لطاقة حرارية عالية علشان أكسر البوند دي. مثال على ذلك الـ NaCl اللي هو ملح الطعام، أو الليثيوم فلورايد. الرابطة التساهمية هي بتكون البوند انرجي بتاعتها برضو عالية مقارنة بالبوند انرجي بتاعت الايونيك بوند. في الكوفالنت بوند بتكون الرابطة دايركشنال، بمعنى ان الذرات علشان تكون جزيء معين بتترص الذرات مع بعض في اتجاهات محددة وبزوايا محددة، فبتكون الاتجاهات دي بتحدد لي تكوين الجزيء. وبذلك برضو بتكون الإلكترونات غير حرة، فبتؤدي إلى توصيلية للكهرباء ضعيفة جدا. بتكون المواد very hard لأن الرابطة قوية في معظم الأحيان، وبتكون ليها high melting temperature. مثال على ذلك عنصر السيليكوم أو مركب الجاليوم أرزينايت، أو في الدايموند اللي هو تركيبة معينة من الكربون. كل أنواع الروابط اللي خدناها من شوية عبارة عن primary bonds، بتكون رابطة البوند انرجي بتاعتها عالية، وبيكون أساسية متحدد بالضبط الإلكترونات، مين اللي بيفقد إلكترون ومين اللي بيكتسبه أو مين اللي بيساهم بالإلكترون وحركة الإلكترونات محددة. في نوع تاني من الروابط بسميها روابط ثانوية أو secondary bonds، زي رابطة فاندرفال بوندينج. فاندرفال ده عالم هولندي اكتشف الرابطة دي،
وهي بتحدث ما بين مولكيولز او ما بين دايبولز اقطاب، بيكون كل مولكيول ليه شكل مختلف. انبعاج الشكل ده بيسبب ان في اجزاء بتكون قريبة من نواة فبيكون عليها شحنة موجبة زائدة، واجزاء بعيدة عن النواة بيكون عليها شحنة سالبة زائدة. وبذلك ممكن الجزء الموجب الزائد في المولكيول يرتبط مع مولكيول آخر ويسبب لي رابطة، بتكون رابطة ضعيفة ولكن بتكون موجودة، تعمل attractions ما بين two dipoles أو two molecules. الأقطاب دي أو الدايبولز زي ما احنا شايفين بيكون واخدة شكل غير منتظم، فبيكون جزء منها عليه شحنة سالبة جزئية وجزء آخر عليه شحنة موجبة جزئية فبيرتبطوا ببعض. زي مثلا لما بنشوف ال HCl، ال HCl قلنا ان هي بيكون ما بينهم رابطة تساهمية، ولكن بسبب عدم انتظام المولكيول ده فبيكون في شحنة موجبة زائدة بقرب الهيدروجين وشحنة سالبة زائدة بقرب الكلور. ده اللي بيتيح الفرصة ان مولكيول من HCl يرتبط برابطة ضعيفة مع مولكيول اخر من HCl ويكون لي رابطة فاندرفال. الرابطة دي زي ما احنا شايفين الطاقة بتاعتها قليلة جدا، من 2 إلى 10 كيلو جول بير مول، مقارنة بأرقام الكبيرة اللي كنا بنشوفها في البونز التانية. مثال على الفاندرفال بوند، في عندي اللايرز بتاعت الجرافايت. الجرافايت أحد أنواع الكربون، ولكن بدل ما ذرة الكربون زي في الدايموند كانت بترتبط بأربع ذرات كربون، هنا بترتبط بتلات ذرات. يعني الذرة هنا بترتبط بالذرة دي والذرة دي والذرة دي، فبيتبقى عندي جزء من الرابطة غير مرتبط بذرات الكربون أخرى، فممكن بتستغلها الكومباوند إن هو يعمل روابط ما بين كل لاير والتانية من الجرافين من الجرافايت، وبذلك بتنشأ رابطة فاندرفال ما بين كل لاير وأخرى في الجرافايت علشان تكون لي فاندرفال بوند. بعد كده الرابطة الهيدروجينية هي زيها زي الفاندرفال بوند، ولكن تتواجد في المركبات اللي فيها هيدروجين زي ال H2O في المية. بنشوف إن ذرة الأكسجين مرتبطة بذرتين هيدروجين بسبب عدم انتظام شكل المولكيول، فتواجد شحنة موجبة زائدة على الهيدروجين وشحنة سالبة زائدة على الأكسجين، وبتحصل رابطة هيدروجينية ما بين مولكيول الهيدروجين، ما بين ذرة الهيدروجين في مولكيول ال H2O وذرة الأكسجين في مولكيول H2O آخر. الرابطة دي رغم إن هي ضعيفة 10 ل 50 كيلو جول بير مول، إلا إنها بتساعد لي على تواجد المية في الحالة السائلة. وده كل اللي حبينا إن نشوفه في الشابتر ده. زي ما قلنا إن كل تشابتر بيكون عليه كويز في أول المحاضرة. الشابتر واحد واتنين الكويز هيكون قبل المحاضرة التانية، وبعد كده هيكون كل كويز على المحاضرة قبل ما نناقشها مع بعض، بحيث ان انت هتشوف الشابتر الفيديو بتاعه اونلاين وبعد كده تحل الكويز قبل ما تحضر المناقشة بتاعته، وبعدين تحضر المناقشة مع الدكتور في الشابتر ده. لو في اي حد عنده اسئلة يبعتها لي على المودل او على الايميل او على الجروب بتاع المادة على واتساب. شكرا.